بطاقة قيل عنها الكثير ولا يزال. كم أحصيتم لغاية اليوم عدد الفنانين وما هي المعايير؟ ماهيش فقط جيت حطيت الملف نعطيك بطاقة، لا لا. كيف نضع يعني مثلا مغني كباري أو مغني ملاهي ليلية في نفس كفة مبدع كبير مثلا ياسمين خضراء أو وسيني، أو نضعه في كفة عثمان عريوات؟ قولوا ما لازم لك سنوات نتلاقاو إن شاء الله في العهدة الخامسة. صحيح. ما نعرفش الآن شحال رانا مثلا ممثلين في الجزائر. يا أخويا محمد، انت موجود، انت موجود بأعمالك كثيرة وانت راك في وسط العائلة.